الدولة المغربية بمؤسساتها القائمة منذ قرون على تجارب المؤسسين لا سيما في عهد الدولة العلوية الشريفة، لا بد أن تلهم المؤرخين ليتفكروا في هذه الخصوصية التي تجعل امتدادات نموذج التدين في بلاد المغرب الأقصى تصل أطراف إفريقيا وآسيا بالأندلس وأوروبا، ثم تنطلق منها قوافل الأنوار والمعرفة إلى الإسكندرية ومنها إلى الشام والخدس فشبه الجزيرة العربية عبر حواضر فاس ومراكش وسجل ماسة. لذلك فإن استقرار المؤسسات في المغرب واختياراتها السيادية ليس وحده من يسترعي بالانتباه في النموذج المغربي، بل يستدعي ذلك التأمل في تنوع الروافد الحضارية للبلاد وموقعها الجغرافي، والنظر إلى طبيعة الشخصية المغربية المنفتحة على فضائل المروءة والشهامة والإثار مما يميزها عن غيرها ويمنحها احتراماً وتقديراً عالميين تجسده اليوم المكانة المرموقة التي تتبوأها المملكة المغربية على الساحة الدولية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التزام المملكة المغربية وقائدها أمير المؤمنين بقضايا السلم والأمن الدوليين تجعل الطلب على الدور المغربي أكثر إلحاحاً لما يعتمل في العالم من تحولات عميقة على كل الأصعدة والمستويات، ليس أقلها شأناً تحديات التطرف والإرهاب، ثم رهانات تأمين السلامة الصحية والأمن الطاقي والغذائي والمائي، علاوة على الأزمات العابرة للحدود والنزاعات الانفصالية والصراعات الطائفية التي تغذيها القضايا العالمية الكبرى وفي طليعتها قضية الشرق الأوسط. لذلك لا بد للمجتمع الدولي أن يحتكم إلى العقل وإلى العبقرية البشرية التي ألهمت الفلاسفة والعلماء والمشرعين إلى وضع قوانين يحتكم إليها الفرقاء لتكريس الحق والعدالة وتحقيق شروط الأمن والسلم في العالم، فيتمكن الناس بذلك من العيش بأمان ممتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وأساساً بحقوقهم الطبيعية في الحياة والعيش الكريم. من معين هذه الروح لا بد أن تعلو أصوات الحكمة ويرتفع صداها في الآفاق المؤمنة بقيم البناء على ما ترمز إليه بنود العهدة العمرية، وهي شاهدة على أثر التسامح الإسلامي والتفهم المسيحي للعلاقات المثالية القائمة بين أتباع الأديان من دون أن تكون غلبة هذا على الآخر بحد السيف. وفي قضية القدس المدينة التي كرمتها الأديان السماوية، فإن الشواهد والوثائق والصور تسمو إلى درجة الحقيقة لتكتمل المعاني والرموز الدالة على أن المدينة كانت وستبقى مدينة متعددة وحاضنة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وهذه الحقيقة تغطي وحدها على غيرها من الصور برمزيتها الفريدة وبحمولتها الأخاذة لما تحبل به من معاني يتعين الاجتهاد في ابتكار الوسائل والآليات لنقلها واستقبالها وحمايتها والدفاع عنها من كل صنوف الاعتداء. الحضور الكريم كان أحد أبطال رواية الأخيرة الموسومة قدر الحساء ينظر بإعجاب لتجمع النمل ويتابع حركته الرشيقة الواثقة والدؤوبة، وانتبه ربما لأول مرة لهذا التنظيم المحكم الذي يملأ المكان بالرموز والدلالات والمعاني، معنى أن تكون واحداً من الجماعة، ومعنى أن يكون عملك للمجموعة، ومعنى أن تكون النتيجة للجميع. ثم يقول: من السهل أن يكسب أحدهم عطف الناس تحت فيء الأموال والعطايا، إلا أن من يراهن على ذلك عليه أن لا يقطع هذا الحبل حتى لا ينقطع عنه ود الوصال ويترك لمصيره من دون مؤازرة عند الاستحقاق. أما تعارف الروح والوجدان فلا يمكن أبداً أن يستحيل ماءً، فما كان لله دام اتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ثم يتساءل: هل تستحق الأفكار والمبادئ والإيديولوجيات كل هذه التضحيات؟ هل من اللازم أن يقتطع أحدهم من راحته ومن عمره ومن حياته ليحيا؟
الآخرون؟ ألم تثبت التجارب والتراكمات أن زمن المراجعات كثيراً ما يحل متأخراً وتصير اعترافات من يقف على يسار المشهد بلا معنى وتكون الانتقادات بلا جدوى؟ ثم تعلمت إحدى بطلات هذه الرواية من والدتها أن طول الجيد من السمات المرغوبة لاكتمال الجمال في الصحراء، وسمعت منها أن طول الرقبة لدى الرجال دليل شجاعة وشهامة وإباء، تماماً كما هو شأن والدها الذي يرفعه التواضع إلى منزلة أعلى من منزلة ذلك الذي ينتصب عنوة على كعب عال طلباً لسمو الدرجات. لقد ولى زمن كعاب النبلاء التي تميزهم عن بقية أفراد الشعب بالعجب والخيلاء، واستتب الأمر لأصحاب الكعب العالي في العلم والشرف والظفر والجد في العمل والالتزام بالعهود حتى نالوا من الرفعة ما أرادوا، واستظل بها من حولهم وامتدت ظلالها لغيرهم. لندرك من هذا ومن غيره طينة هؤلاء القوم الذين نصبهم قدرهم للدفاع عن كرامة الأمة والذود عن حياضها بسخاء السماء وشساعة الأرض التي رووها بدمائهم من الجد إلى الولد وولد الولد، ثم تعلو زغاريد النسوة من تحت الركاب والرماد ولسان حالها أن الوطن يستحق. حضور الكريم، من غير المنصف أن يمكث العالم منذ عام ونيف مشدوداً إلى الشاشات ينظر إلى خسائرنا الفادحة في غزة وفي الضفة وفي لبنان من دون أن يرف له جفن، لتبقى أعز انشغالات الناس في عوالم أخرى من يكون الرئيس الجديد، بينما لا أحد منا هناك يعلم ما سيكون من أمره غدا. هذه الحالة من الغموض والالتباس الشديد مردها أن يتحكم اليوم في مصير العالم ليس الأحياء فوق الأرض بل ما تحت ركامها من أموات، أو من في حكمهم من أولئك الشهداء الذين ارتقت أرواحهم إلى السماء طلبا للعدالة الإلهية في استعادة حقوق أولئك الذين لا يزالون يقبضون على جمر الحياة، أو هؤلاء الأموات الأحياء الذين باتوا ينشدون الموت وفضائلها وهم في الأصل طلاب حياة جعلتهم أقدارهم في صراع مرير مع الجغرافيا لإثبات الحق في التاريخ المسلوب. أما الأموات الأحياء الذين تقدم بهم العمر المدني والسياسي وهم قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى باطن الأرض، فهم لا يترددون في اتخاذ القرارات السيئة التي تجعل العالم أكثر قسوة وقتامة. أمام هذه الوضعية الصعبة نفهم عجز العهود والمواثيق الأممية عن إنقاذ المظلومين والمكلومين والمستضعفين من الموت في الوقت الذي تستحكم فيه القوة العابرة للحدود على مفاصل القرار في العالم لفرض هيمنتها وسطوتها واستدامتها، فلا يبقى لدينا إلا الأمل في أن يستفيق الضمير العالمي لاستعادة زمام القرار لإعادة تنظيم الحياة على الأرض بقوة المنطق وليس بمنطق القوة، على صعود السياسة والاقتصاد والإعلام بميثاق أممي جديد يعيد تكريس القيم الإنسانية. والأمل معقود قبل ذلك على أن تفهم البلدان المستضعفة أن مصيرها بيدها في صلاح شأنها وتكريس أدوار مؤسساتها وتحسين ظروف عيش مواطنيها لتكتسب شرعية ومصداقية تمكنها من إسماع صوتها وفرض إرادتها. عدا ذلك فإن صراع الحياة والموت سيبقى مستمراً وميثاق الهيمنة سيبقى قائماً، وينصرف الناس في العوالم المقتدرة إلى حياتهم وإلى احتفالاتهم بالرئيس الجديد، بينما يشغل الناس في عالمنا الضعيف في نقاشاتهم عن المتغيرات المناخية والحرب السيبرانية والذكاء الصناعي وغيرها من المواضيع المهمة. على كل حال، والرأي عندي أن بقاء الأمر على ما هو عليه سيجعل الأموات يتحكمون في مصير الأحياء إلى إشعار آخر. نسأل الله أن يحفظ ولي أمرنا
ويديم على بلادنا العزة والنماء والسؤدد، ويحفظها من البلاء والابتلاء، ويجنبها شح وجذب السنين. شكرا على هذه الفرصة سيد الرئيس، وأتمنى ألتقي بكم قريبا في دورة استثنائية لمجلسكم الفيدرالي الموقر بمقر وكالة بيت مال القدس الشريف في الرباط عن القدس وفلسطين.